بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى وضعية الانطلاق في ميدان الطاقة بعدما أتممنا بحمد الله الميدان الأول، المادة وتحولاتها، حيث تابعنا ما هو مطلوب منا في البرنامج. انطلقنا كذلك بوضعية انطلاق، ثم باقتراح وحدات جزئية أو وضعيات جزئية تعلمية تتلائم مع الموارد المعرفية المقررة في ميدان المادة وتحولاتها، ثم مررنا على تعلم الإدماج وإدماج تعلمات، والتطرق إلى عمليات تقويمية في الفرض أو تمارين تطبيقية. إذن ثم إذا كما قلنا، بعد إتمام الوضعية الميدان الأول، ها نحن بإذن الله سنتطرق إلى الميدان الثاني المتمثل في الطاقة، وننطلق فيه من هذه الوضعية المقترحة في الكتاب المدرسي التي تنص على ما يلي: تحققت أخيراً أمنية مسعود بزيارة ولاية أضرار الساحرة رفقة عائلته بعد أن سمع الكثير عن مناطقها السياحية الخلابة وعن ريادتها وطنياً في إنتاج الطاقة المتجددة. زار منطقة تيميمون وانبهر بسحر واحتها الخضراء، عرج بعدها إلى بلدية تسابيت الواقعة على بعد 80 كيلومتر شمال الولاية، بالضبط إلى منطقة كابرتن التي زار فيها مزرعة توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح التي تتوفر على 12 عموداً هوائياً تم وضعها في واجهة التيارات الهوائية التي تتميز بها المنطقة. وقد مكن هذا المشروع الرائد وطنياً من إنتاج طاقة بديلة نظيفة ومتجددة. خالجت مسعود الكثير من الأسئلة عن تفاصيل توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح، فنصحه أبوه بتحضير تركيب تجريبي يسمح لمصباح بالتوهج انطلاقاً من مروحة تديرها الرياح، ساعده في استيضاح الموضوع وفي إنجاز التركيب المطلوب عبر الإجابة عما يلي. إذن لدينا الآن المهام أو المطالب من هذه الوضعية الانطلاقية. أولاً، ماذا يقصد بالطاقة البديلة النظيفة والمتجددة؟ وهل توجد مصادر غير متجددة للطاقة؟ المطلب الثاني، اشرح كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقاً من الرياح في هذه المزرعة. سؤال فرعي من هذا المطلب، عبر عن هذا التحول في الطاقة بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية. ثالثاً، صمم واصنع تركيباً يسمح لمصباح بالتوهج أو لمحرك بالاشتغال، أي إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقاً من أي مصدر لطاقة أخرى، ثم شكل السلسلتين الوظيفية والطاقوية للتركيب الذي أنجزته. المطلب الرابع، والد مسعود معروف باقتصاده للطاقة، يسدد فاتورة الكهرباء إلى شركة صنع الغاز كل ثلاثي دون أن يتجاوز الاستهلاك الشطر الثاني المسجل على الفاتورة، فهو يحث دوما العائلة على عدم ترك المصابيح مشتغلة دون الحاجة. الفقرة الموالية، كم يكلف تشغيل المصباح الفلوري ذو الدلالة 100 واط لغرفة مسعود في الثلاثي، علما أنه مستعمل 3 ساعات يوميا؟ إذن
فكما هو معلوم في وضعية الانطلاق في الحصة الأولى التي نتطرق فيها إلى دراسة الميدان، لا نشرع في معالجة وإيجاد الحلول لهذه الأسئلة أو هذه التساؤلات، لأن ذلك كما ذكرنا غير ممكن. إذن فما الغاية؟ نذكر ما الغاية من دراستها. قلنا الهدف الرئيسي هو التعرف على الموارد المعرفية التي سندرسها في الميدان، والتي من خلالها نستطيع أن نحل هذه الوضعية الإدماجية أو هذه الوضعية المركبة. إذن فمن خلال النص الذي مر معنا ومن خلال التساؤلات نستطيع أن نستخرج ما هي الوحدات أو الموارد المعرفية التي سنعالجها أو سنتطرق إليها في هذا الميدان. فأول شيء سنتعرف على معنى الطاقة البديلة. البديل بمعناها خيار آخر، يعني هناك طاقة متوفرة لديك لسبب ما، أنت تبحث عن مصدر لطاقة تعوضها، فهذا معنى البديل. والمقصود بالنظيفة، النظيفة عكسها غير النظيفة أو الملوثة أو المتسخة أو ما شابه ذلك. إذن فبمعنى أن الطاقة المستعملة حاليا وسابقا ليست نظيفة، إذن فنحن نبحث عن طاقة نظيفة أي لا تسبب تلوثا. وما معنى المتجددة؟ أي غير قابلة للنفاذ، فهي تتجدد، لها مصادر أو لها مورد التجدد، على خلاف الطاقة التقليدية التي نستعملها فهي عرضة للنفاذ. وهنا ينبغي، قلت، أن نتعرف على الطاقة التي لا تتجدد ومصادرها ولماذا هي غير نظيفة، ثم نتعرف كذلك على توليد الطاقة الكهربائية من الرياح ومن مصادر أخرى نظيفة ومتجددة. ثالثاً، توليد الطاقة الكهربائية مثل ما قلنا من مصادر أخرى غير المصادر الكلاسيكية أو التقليدية التي تعتبر مصادر غير متجددة وغير نظيفة. ثم نعرج على شيء اسمه السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية لتركيبة ما لإنتاج الطاقة. رابعاً، نتعرف على أن الطاقة مقدار فيزيائي قابل للتحويل والقياس. كما نعرف أن هذه الطاقة فتحويلها له كلفة وعلينا أن نقتصد في استغلالها. تقريباً هذا كل ما نستخرجه من هذه الوضعية الانطلاقية وما سنعالجه بإذن الله على مراحل للتعرف على الموارد المعرفية التي نحن بصدد التطرق إليها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.